انا كنت عايز اعلق على البرادعي بس يعني بعدين عشان هو بيتكلم عن ال طيب من الغبار الغريبه انك تلاقي في عقار في مسجد وفوق المسجد شبكه شواذ في الغربيه. الحقيقه حاجه صعبه قوي، صعبه قوي 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 يعني الاخلاق. يعني انا مش عارف، ودي صوره كده، صوره دي صوره حقيقيه للمتهمين في هذه الشبكه يعني. بس فوق جامع من الحاجات اللي اثرت فيا قوي انتشرت على السوشيال انتحار طفل بالشرقيه حزنا على خاله، وبعدين كاتب رساله انا ذهبت للعالم الاخر لمقابله خالي 11 سنه بمحافظه الشرقيه مدينه الزقازيق منطقه الجمباز، وجدوه قلع البنطلون ربطه في الدولاب ورافف عرين رقبته. يعني ازاي يوصل لهذه الدرجه؟ فين الايمان؟ فين الحاله النفسيه؟ يعني فين السواء النفسي؟ لازم يبقى في حاله سواء نفسي يا جماعه عند التلاميذ وعند الاسر في نفس الوقت. طيب طبعا من برضه الحاجات المنتشره على السوشيال ميديا بوتين مع